فينا. يسعد لي هالصباح الله الحلو. يخليكي، اهلا وسهلا وشرفتينا. العم ابو عبده من اساسيات او من الاركان الاساسيه بالقلعه، كنا ماشيين امبارح، عرفني يعني انه عرف انه نحن مين كان معنا جروب من سنتين، نعم متذكرنا اكيد. وعم يغني ويضيف العالم قهوه. اهلا وسهلا انا بردت وشرفتينا، لابسه الكفوف. وبهالطلة الحلوة لقلعة حلب ونستيونا، ميت سلامة بالجميع، أهلا ميت وسهلا. ميت السلامة. يعني اليوم بذكرى الرابعة لانتصار حلب بعد التعب يلي تعبناه، احكي لنا اليوم عن شعورك بعودة الحياة وعودة هيك الناس لحتى تتجمع حوالين القلعة وتتسارع. والله أنا دخلت هون عند فتحة حلب، عند دخل الجيش العربي بس فتح حلب الحمد لله. كنت أنا هون ببيع قهوة، بضيف قهوة أشوف العالم بلهفة بشدة، يعني تووس حجار القلعة كذا يعني بلهفة كتير. والحمد لله انتصار سابر الأكتار، يعني مثلا مثل غوطة بالشام مثل كتير محافظات انتصرت الحمد لله، الله نصر أيدها بالنصر. والحمد لله الفرحة مثل ما شايف البسمة على وجوه الناس، كان حدا ما حدا يحلم يدخل على القلعة من فضل الله سبحانه وتعالى والجيش العربي السوري، يعني افتتحت حلب والنصر قادم لقدام ان شاء الله. نعم. عم ابو عبدو، انت شو كنت، شو مهنتك الاساسيه؟ خياط. والله خياط. انت خياط، ومن بعد تحرير حلب قلبت لحتى تبيع قهوه؟ نعم، يعني رجعنا ما لقينا لا بيت ولا ابر شيء للاسف، جيت على القلعه لهون لقيت ما في شيء، والناس بدها مثلا تشرب لها فنجان قهوه شغله عامله تتبرق هيك يعني تنبسط وتنسر، فكانت القهوه ضيافه مسرورين الناس كانوا منا كثير. نعم، كمان صوتك كتير حلو صح؟ صحيح. يلا خلينا نسمع شيء. يلا. اسمك يا شهبة، يا شهبة كتب مجد وحضارة، حضارة وأدب. اسمك يا شهبة، يا شهبة كتب مجد وحضارة، حضارة وأدب، وبمية الذهب كتبنا يا حلب، بمية الذهب كتبنا يا حلب، تاريخك وسطورك محفورة من ذهب، تاريخك وسطورك محفورة من ذهب، أنت البطولة، البطولة إلك، وأنت الرجولة ورجالا عليك، ما في لو معاتب والحبايب رتب، ما في لو معاتب والحبايب رتب، كل اللي ظلمنا هو محبة حلب. الله يسلم، الله يسلم هالصوت، هو محبة حلب. الله 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 يسلم هالصوت. عم ابو عبدو، يعني ضمن مشاويرك كل يوم اي ساعه بتطلع الصبح؟ خلينا نحكي كيف بتتجول بين الناس، وقد ايه بتسمع حكايا وناس زعلانه بصوتك الحلو بتراضيها، بفنجان قهوتك الطيب يمكن بتهنيها. خلينا نحكي قد ايه بتشوف حكايا وقصص للناس. والله يعني مره من القصص وقالت لي وحده بيكي وجوزها، ايه قالت لي انا متوفي والدي بس احكي غني لي هيك موال، يعني غنيت لها هيك انشعرت يعني بالاحساس، حسيت بالفرح شوي يعني كثير، يعني بكونوا باركين عالم عمو غنينا سمعنا موال، سمعنا غنيه هيك يعني بنصر بقول احنا بنجي مثلا مشان صوتك الحلو هيك حوالي على ضيافه القهوه المره مثلا، ايه بنصروا كثير يعني بلا هيك الحاضر الماضي جماعه اكله كذا بيضيفني اياه، انا يعني ما بحسن باكل كثير شان صوتي، بعتذر في منا بتقبل منه شان صوتي، في كثير يعني الحمد لله بتلاقي هالحلب عندنا شعبيه بسيطه الحمد لله وكرماء يعني شروقكم بسيطين، يعني الحمد لله بيحبوا الفرح بيحبوا الكرم بيحبوا الجمعة اللمة الحلوة. اللي انتوا ليه معكم بالمدرسة؟ أنا يلا على المدرسة. تمام. بتلاقي يعني هذا كل مجموعة جاي مع بعضهم أهل بيركين عم بياكلوا بيشربوا مبسوطين على مسرورة الحمد لله، بتجي هون الحمد لله مبسوطة الحمد لله. يعني دائما نحن بنحب الحياة وبنحب الفرح. تماما. الله لا يخلي من بيت انسان. امين. الساعة 8 بالبيت بكون الساعة 8 ونص للساعة 9 10، مرة من الايام كمان من فترة صرفت الساعة 9 وربع لسه ما وصلت على البيت، دقوا لي عمي ابو عبدو مرحبا وينك؟ قلت له والله انا هلا دخلت على البيت، قال خذ تاكسي انا بيتي على طريق الشيخ سعيد. ما في دبرت تاكسي، والله جماعة جايين من الشام يعني اه ايه، وكانوا جايبين معهم حلو كمان جايبين هدية هيك حلو،
برقنا معهم ساعة. أكلات منيح لصوتك هذا. بنتشكرهم نحن كمان ونتشكركم لكم، أهلا وسهلا وشرفتونا. سمعنا هيك شيء ختامي قطعة صغيرة على السريع. قومي فرجيني على طولك محروسة وما حدا يطولك، أنا لشعلك شمعة بطلك تضويلك أشكال ألوان. قومي امشي دادي دادي تيجن العالم بزيادة، هن عطوك شهادة سموك قمر الزمان. قومي ولا تقولي بعدين أنا دايب برود الخدين، بالله دينيني شي بوسيدين يضحك لك قلب الولد. ميرسي، شكرا كثير يا ابو عبدو، الله يطول بعمرك.